جزاك الله خيرا شيخ عصام. سائل بيقول ان هو عنده مال عبارة عن تجارة، بيتاجر في الحبوب والمواشي، وهو هذا المال هو بيقول ان هو طول السنة ما بيحسش هذا المال في ايده، لان المال متداول داخل التجارة نفسها يعني، لكن احيانا بياخد بعض الجزء من المال زي مثلا مصاريف او بيحوشهم جزء صغير يعني، وفي نفس الوقت هو اشترى بيت جديد وبيدفع اقساط لهذا البيت. السؤال كيف يحسب زكاته؟ يحسب في كل عام البضاعة اللي في السوق كم تقدر بسعر السوق ويزكي عنه، ويطلع يا من جنس البضاعة يا مال. أصل وإلا معناه ما حدش هيزكي أبدا، لك كل فلوسي في السوق وأنا أصل مصانع وتجارة وبضاعة رايحة وبضاعة داخلة وبضاعة خارجة. طب ما كانش الزكاة اتفرضت ليه؟ ما هو الزكاة اتفرضت على الناس وهي بضاعتها طول عمرها كده، وبعدين في زكاة عروض التجارة، أمال جاية منين؟ من التجارة. تمام.